جاء توقيع الاتفاقية التي ستساعد على تأمين فرص العمل للشباب التونسي في الولايات البعيدة عن العاصمة كتكملة لمجموعة الإصلاحات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية في تونس. اليوم وقعنا على اتفاقية تمويل ب 150 مليون دينار تقريبا، 150 مليار من مليمتنا، واللي مش تستهدف دعم إدماج الاقتصادي للشباب في الولايات الداخلية أساسا، وهذا أهم بالنسبة لتونس. هذه أولويتنا كحكومة، وزارة التكوين المهني والتشغيل باش تسهر على تنفيذ هذا البرنامج اللي باش يعطي إضافة حقيقية، من حيث أنه من جهة يخدم على التكوين والإحاطة بالشباب، وفي نفس الوقت خلق فرص حقيقية للتشغيل وللمبادرة ول يعني مواطن الرزق داخل عدد من الولايات. وتتميز الاتفاقية بأنها تأخذ الخصوصية التونسية بعين الاعتبار. Et surtout de faire en sorte que cette formation soit en lien avec les besoins du marché. Donc il y aura un accompagnement des petites et moyennes entreprises pour qu'elles développent leur chaîne de valeur de telle sorte que les jeunes, en ayant fini leur formation, puissent trouver des opportunités donc dans ces entreprises, mais aussi la possibilité pour que certains d'entre eux puissent créer leur propre petite entreprise à travers donc l'auto-entrepreneuriat. وجرى أيضا الحديث عن المشاريع الإضافية التي من الممكن بحثها في المستقبل القريب. النقطة الرابعة والأخيرة التي تحدثت فيها هو كيف يمكننا زيادة الاستثمارات في تونس لزيادة معدلات النمو وتحسين الخدمات للشعب التونسي، وخاصة تحدثت عن الاستثمارات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، وتحدثت أيضا عن الاستثمارات في مجال المياه. الاستثمار في الشباب هو أهم ما يمكن فعله لضمان المستقبل، فكل الثروات إلى زوال إلا الثروة الإنسانية فهي باقية. إيميل بارودي، التلفزة الوطنية التونسية، واشنطن.